عملية التجميل هي أي عملية اللي كتسهل تقويم ولا العناية بالشكل الجمالي ديالنا، راه ولا واحد هيمنة ديال الإعلام وديال الشكل، والمغاربة ولا حتى هما وصلوهم تقنيات اللي معروفة في الخارج، ولا المغاربة حتى هما كيسايروا الوقت وبغاو حتى هما يعتنيوا براسهم. خصين من 45 50 عام كيبدا عامل شيخوخة كيبان بحدة، ولكن ولينا اخيرا كيبان لينا واحد الاقبال حتى ديال الناس ديال 25 30 عام باغيين يديروا واحد التقويم واحد التغيير في الشكل ديالهم. وكيبقى كاين اقبال ديال الرجال ايضا على التقنيات الطبيه للتجميل، ولكن النساء كيبقى اكثر. الوغ التجميل ماشي هو دائما تغيير للشكل، كنشيخو ولا كنشرفو بنفس الطريقة رجالا ونساء. العامل الفيزيولوجي كيأثر على النساء والرجال، والأغلبية ديال الرجال اللي كيقبلوا على هاد عمليات ديال التجميل يا إما كيكون عندهم واحد التعب ولا واحد الظل في الوجه ديالهم، يا إما كيكون عندهم مهن اللي كتحتم عليهم باللي الشكل ديالهم خصو يكون بواحد الشكل راقي. الوغ تقنيات كثيرة جدا، هما ماشي عمليات، هما تقنيات تجميلية بدون جراحة. الثمن ديالهم رخاص في المغرب، ما بقاش هادي 20 عام وانا كنزاول هاد المهنة. قبل كانوا المواد اللي كنخدموا بهم غاليين، دابا ولا الاقبال ورخاصو، ما بقاوش العمليات غاليين بزاف. الوغ طرائف اللي ما نساهاش، كان جا عندي هادي واحد 10 سنين واحد اعلامي ايطالي معروف، كان كيجي عندي وعند راجلي على المشاكل ديال السنان ديالو، وكان كيجي كيدير عندي الفيلر اللي هو الحامض الهيالوروني للتجاعيد، وكان سيد عنده اكثر من 70 عام. واحد المره جا من ايطاليا وجاب معاه الحقنه ديالو، وجاب الحقنه ديال الفيلر ديال الجسم، وقال لي ديريها لي في وجهي. قلت له ما يمكنليش، راه الفيلر ديال الجسم بوحدو ديال الوجه بوحدو. وبقى دار لي واحد القلق السيمانه كلها، وكيجي كنقول له لا. اسبوع من بعد كنت مسافره في الخارج ونتلقى معاه في الاوتيل. كيف هادي من الحوايج الطرائف اللي ما نسيتهمش، وكاينين طرائف كثار بزاف. الو قبل كانوا عندنا طبقه اللي كتكون واعيه ولا شويه ميسوره، دابا ولات دمقراطات طب التجميل، حيت كل مواقع التواصل الاجتماعي كتهضر عليه. الناس ولا عندهم واحد الاقبال، كيشوفوا شنو كيدار على برا، شنو كيدار في المغرب، كيفاش ولات واحد الدمقراطه. الناس كلهم كيسولوا اشنو الحجب ديالي راه طايح ليا، العينين ديالي راه فيهم الظل، الوجه ولا ثقيل، كيفاش ولا. وطلب كثير بزاف لكل فئات المجتمع ولكل الطبقات الاجتماعيه. كيجيو سياسيين، كيجيو رجال اعمال. علاش؟ ملي كيكون عندنا واحد الدور في المجتمع، الوجه ديالنا هو الفيترين ديالنا، هو ما عرفت كيفاش غادي نقول ليه، الواجهه ديالنا. والوجه ديالنا ملي كنبداو نشرفو كيولي فيه علامات ديال التعب وديال الظل، والعين البشريه بدون مجهود كتقرا هذاك الظل بحال الا كنا مراض، بحال الا كنا اقل ايجابيه، بحال الا كنا ما غنعطيوش في العمل ديالنا. والناس اللي عندهم ادوار مهمه، مديرين ديال الابناك ولا رجالات الاعمال ولا السياسيين، فهموا باللي ملي كيكون الوجه مرتاح كنكونوا ديجا حنا كنعطيو احسن في المجتمع، وهذا بدون ما يكون تغيير ولا بدون ما يكون واحد تغيير في الملامح ديالنا. خاص الحوايج تكون مصيبه بطريقه طبيعيه، تكون غير وقايه ضد الشيخوخه، وما تكونش تغيير للوجه البشري. عمليات التجميل الا جاب الله حسبتي مثلا تقنيه ديال التقويم، بحال شريتي 5 ولا 6 ديال جعبات ديال هذا، ولا درتي تقنيه وبقيتي 4 5 ديال السنين، راه ماشي شي ثمن اللي هو وغادي تعطيك نتيجه اكثر. ولا حسبتي هذاك الانسان اللي كيحس مرتاح
في العمل ديالو وكيعطي اكثر، غادي تحسبوا بلي هو انسان اللي صيب له وجه ديالو بقى في الخدمه مورا 50 عام وبقى حتى ل 70، ماشي بحال الا خرجوه قالوا ليه لا انت ما بقيتيش كتعطي. كيف الامريكيين والدول الاوروبيه فهموا بلي طب التجميل هو ايضا طب للراحه النفسيه إلا كان مدير بواحد التقنيات اللي هي سلسة اللي فيها احترام للشكل الطبيعي للإنسان. إلا عرفنا نعرفو شنو هو المريض اللي نشدوه وهو من اللي نقولو ليه لا ما غاديش نديرو ليك واللي نكونو فيه. أما هو العمليات بالعكس هو كتساعد الإنسان أنه يعيش مرتاح مع راسو. علاش الواحد غيكون في 50 و60 عام ويشوف وجهه بحال إلا هو صافي ما بقاوش عنده ملامح مبتسمة كنسمي وسن الياس؟ علاش؟ لانه حتى الملامح ديالها كلها كتنزل ملي كتدير واحد المصالحه ديال الراحه النفسيه مع الشكل الخارجي. الانسان كيعطي اكثر في الخدمه ديالو في الاسره ديالو مع راسو. فبالعكس انا كنشوفها باللي كتعطي واحد الدفعه للانسان باش ينتج في المجتمع ديالها. الدور ديال الطبيب هو الخدمة ديالو خصها تهضر عليه، وخصنا نعرفو باللي خصنا تكون عندنا الشجاعة حيت ما كنكونوش في طب علاجي، كنولي طلب لشيء اللي هو غير زيادة. خصنا مرة نقولو ايه وعشرة نقولو لا. واخا يكون فنان واخا يجيب الفلوس وعرفت باللي هذيك النتيجه اللي غادي يدير في الوجه ديالو الا زدت ليه واحد شويه ما غاديش يبقى في الشكل الطبيعي ديالو، تكون عندنا الشجاعه باش نرفضو واخا هذاك الفنان يبدلنا ويمشي يدير داك الوجه في شي بلاصه اخرى. هذا من طرف. طرف ثاني خاص الطبيب اللي كيدير التقنيات ديال الطب التجميلي يكون عنده واحد الدرايه بالخصوصيه ديال شاب اي وجه باش ما نكونوش كنتشابهوا، حيت الوجه ديالك ماشي الوجه ديال خوك ماشي. وحتى خاصنا نديرو ترميم الحوايج اللي ضيعناها ماشي زياده غير ونفخ الوجه. كيف خصنا ناخذ الوقت باش تكون عندنا واحد قراءه ديال الاحتياجات، قراءه للضوء وللظل، ونخليو لهذاك المريض يكون فنان ولا ماشي فنان الوقت باش يفكر في هذاك الطريقه العمل اللي عطينا ليه يرفضها ولا يقبلها، ونعطيه واحد الوقت ديال 15 يوم ضروري ولا على الاقل يومين 3 ايام. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس كيجيو تحت واحد الضغط وكيطلبوا ليك تصيب ليه. حنا كنعيشوا هذا الشيء دائما. مثلا ملي الواحد كيحس بواحد الضغط نفسي، مثلا مراه كتكون يلاه طلقات ولا تقلقات ولا عنده واحد المشكل، اول حاجه اللي كدير كتبغي تنتقم بتغيير الشكل، زعما شوفني انا شحال زيانيت ولا شوفني هذا. كيف ماشي هي حوايج اللي كنديرو تحت الضغوطات، ماشي هي حوايج اللي كنديروها وبكثره. خاص الانسان يخرج من عندك ولا شافوه حتى الناس اللي قرابين ليه ما يمكنش يقول ليه درتي، خصو يقول ليه غير مرتاح مقبول باين الوجه ديالك بحال الا كنتي في عطله. اما الا بان راه دار، انا بالنسبه ليا الشكل راه نتيجه صفر. الوغ شنو غادي نقول؟ طب تجميلي طب تجميلي هو طب، وخصنا نمشيو عند اختصاصيين حيت ولات هاد الاخر اي واحد اللي حل صالون ولا ممرض ولا شي حاجه خدم مع طبيب وشاف كيفاش هذا كيسحبوا باللي الجلد راه غادي نشد وندير الحقن. الجلد ديالنا كله شرايين، والطب التجميلي خصو يكون طب ومصاحبه، وخصو يكون طبيب متمرن، وخصوصا تكون عنده الشجاعه باش الانسان يخليه في الشكل ديالو وما يغيرش ليه الملامح ديالو.